السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدت لكم مرة أخرى بحلقة جديدة من لعبتكم، لعبة دراغون بول زي كاكاروت، أو كما نحب تسميتها باللغة اليابانية كاكاروتو. آخر مرة لعبت هذه اللعبة الشاهد يا أصدقائي بتاريخ ماذا؟ بتاريخ 13 في الشهر 3، يعني ما يقارب شهران. واو، شهران لم ألعب هذه اللعبة. هناك تحديثات جديدة وقدرة خيالية جديدة سيتعلمها سونغوكو، وهذا هو السبب الذي جعلني أصدقائي أعود لهذه اللعبة الخرافية جدا. وآخر سيف جيم هي هذه الخاصة ببيكولو، أنهينا فيها اللعبة 100%. آخر وحش شرير تعاركنا ضده هو ماجين بو، ودمرنا ماجين بو، ومنذ ذلك الحين لم ألعب اللعبة. والآن لقد نصبت التحديث الجديد، لكن كيف سأستطيع لعب تلك المهام الجديدة الخاصة بالتحديث؟ لا أعلم بالضبط. عندنا عدد هائل جدا من المهام الثانوية صراحة. الكواكب التي فتحناها، فتحنا كوكب كينغ كاي، فتحنا لاند أوف ذا كايز، وفتحنا كذلك كوكب ناميك الجديدة، كذلك دراغون بولز منتشرة في الخريطة. يمكن أن المهام الجديدة موجودة في أحد هذه الكواكب. أول شيء سنفعله نأتي للبارتي ونغير بيكولو مكان سونغوكو، لكن مع الأسف لم تظهر المهام. حسنا، إذا سافرنا لبلانيت كينغ كاي لا أستبعد أن المهام ستكون في كواكب أخرى. والكينغ كاي أول مرة صراحة سأتي لهذا الكوكب، طريقة تحرك غريبة جدا بما أنه صغير والجاذبية فيه قوية كما تلاحظون. سونغوكو مع الأسف لا يستطيع الطيران، كوكب صغير جدا. هيا كرة زي طيب، ليتس جو. أول مرة صراحة سأتي لهذا الكوكب، يستطيع على الأقل سونغوكو الجري فيه، شيء رائع جدا صراحة يا صديقي سونغوكو. مشكلة هذا الكوكب مع الأسف لا توجد فيه كذلك مهام هي لكي نذهب لكوكب الكايز. لا وجود لأي أحد في هذا الكوكب أصلا نهائيا. أستطيع التنقل له، لكن لا يمكنني الالتقاء بأي أحد. الآن سنتجه لكوكب ناميك. على الأقل كوكب ناميك فيه مهمة ثانوية. عادة تلك المهمة الثانوية لا توجد أي مهمة رسمية. كيف هذا؟ لقد نصبت حديث جديد ولم تظهر المهام. هذا شيء لا يصدق صراحة. سأخرج أصدقائي للإنترنت وسأحاول البحث عن السبب الذي جعل المهام الجديدة لكي لا تظهر لي في لعبة دراغون بول زي كاكاروتو. بعد 4 دقائق من البحث اكتشفت أصدقائي طريقة بدء التحديث الجديد، وها هي موجودة في الأسفل هنا. إذا دخلتم للمينيو Downloadable Content، بعد الدخول هنا ستلاحظون بأن هناك تحديث جديد اسمه A New Power Awakens، إيقاظ قوة جديدة. وستلاحظون بأن سونغوكو شعره لقد أصبح أحمرا، وتلك هي قدرة سونغوكو جديدة، وهي لكي نبدأ أول حلقة إن شاء الله من سلسلتكم، سلسلة دراغون بول زي كاكاروت. ولا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر لايك إذا أردتم من الاستمرار، وأكيد كلما تم نشر تحديث جديد فإنني أكيد سأنشر معكم. واسمعوا هذا الصوت، هل تذكرتموه؟ بالفعل هذا الشخص أصدقائي هو اليد اليمنى لبيروس ساما. ويرد هيك اي ام، اين انا؟ تفاجأ سونغوكو في هذه اللحظه. وكذلك فيجيتا، ماذا تفعل هنا يا فيجيتا؟ سأل سونغوكو، هل انت يا فيجيتا هو الشخص الذي استدعاني لهذا المكان؟ فقال لا فيجيتا، لا لا يا سونغوكو. وها هو بالفعل لقد نزل، نسيت ما اسم هذا الشخص، لكن هو الدرع اليمنى لبيروس، بيروس ساما. واو، تذكرت الآن اسمه ويس. يا سلام، التحديث الجديد الغرافي. قلت لكم يا أصدقائي بأن الآلهة الكبيرة ستظهر في التحديثات الجديدة، وبالفعل هو ويس ظهر في هذا التحديث. فيجيتا كعادتي لا زال صارما، لكن احضر يا فيجيتا لأن ويس أقوى بكثير منك. أخبرهم بأنني لم أحضركم لهذا المكان فقط من أجل الدردشة والتحدث، بل أحضرتكم لهذه المنطقة لأنني عرفت شغفكم في التعلم وفي تطوير قوتكم، وهذا هو السبب الذي جعلني أستدعيكم. وويسو سيبدأ في تدريبهم. سونغوكو متحمس كالعادة لكي يتدرب. فيجيتا 50% متحمس و 50% غير متحمس، لأن لا زال لا يثق بعد 100% في ويسو. لحد الآن لم يظهر بيروس ساما، وهنا نستنتج يا إما بيروس ساما نائم لأنه يحب النوم كثيرا، يا إما أن هذا الكوكب الذي جئنا له غير موجود فيه بيروس ساما. لم يثق في فيجيتا، اعتقد بأنه يريد خداعهم فقط. ويس أخبرهم، لا أريد منكم أي شيء، أريد فقط أن أدربكم. بدون أن نطيل الموضوع، أجيبوني، هل تريدون مني أن أدربكم أم لا؟ سونغوكو لقد وافق، فاين باي مي، جيد. فيجيتا كذلك لقد وافق. فهمنا الآن السبب، يريد منا يا أصدقائي أن نرفه على بيروس ساما. ها هو بيروس ساما لقد ظهر. واو، بيروس ساما خطير جدا، هذا هو إله اليونيفرس السابع. بالفعل نحن في كوكب بيروس ساما يا رفاقي، لأنه لقد استيقظ. بيروس ساما إذا لاحظتم طريقة لباسه تشبه شيئا ما الفراعنة، وكلنا يعرف أن الفراعنة كانوا يؤمنون بالآلهة إلى آخره. فيجيتا تفاجأ، ممكن أن سمع بهذا الاسم. وهنا نستنتج أن بيروس ساما مأخوذ من إله الفراعنة القديم جدا الذي كانوا يؤمنون به.
فوضعوه في دراغون بول على أنه هو إله اليونيفرس السابع، لأن هناك الكثير من اليونيفرس، وكلنا شاهد في السلسلة بأن الإله الكبير سيقوم بتنظيم بطولة وسيشارك فيها جميع المتنافسون الأقوياء من كل يونيفرس. وأتوقع بأن ذلك التحديث كذلك سيتم نشره في لعبة دراغون بول زي كاكاروت، لكن ليس في هذا الشابتر بل في شابتر آخر. سونغوكو تحمس لأن عرف بأن بيروس قوي جدا، وأخبر سونغوكو بأنه يريد العراق ضده. فيجيتا قال لها: يا أيها المغفل الغبي، هل تعلم مع من تتحدث؟ أنت تتحدث مع بيروس. قال لها بيروس: سأخذ قسطا من الراحة هناك، وإذا أردت العراك ضدي فقد تعال. تفاجأ صنقك لأن بيروس سم أقوى بكثير من كعادة بيروس. قال لويس: لا تخجلني مع هؤلاء وقم بعمل جيد. الآن سيبدأ بيروس في تدريبنا يا رفاقي. تحمس سونغوكو لكي يتدرب الآن لأن سيتعارك ضد بيروس سما. عند هذا في هذه اللحظة هو أن التقى بشخص أقوى بكثير منه، وهو متحمس لكي يتدرب ويحاول العراك ضده، ولماذا الفوز ضده. نحن مستعدون يا صديقي ويس، هل أنتم مستعدين كذلك يا أصدقائي الأوفياء؟ إذا كنتم مستعدين فما عليكم فعله فقط هو دامنا بالضغط على زر لايك ونشر هذا المقطع مع أصدقائكم. وأخيرا لقد فتحنا هذه الخريطة، بسيطة جدا ليست كبيرة. وهل نستطيع الذهاب للخريطة الكبيرة؟ مع الأسف لا يمكن. أول شيء سنفعله أكيد هو عمل سيف جيم بطبيعة الحال. وما هذا الشيء هنا؟ هذا الشعاع، هذا هو بيروس إكس ماين. ريتورن تو مين ستوري، شيء لا يصدق. لا لن أعود، في إمكانكم العودة لمين ستوري من هنا إذا أردتم رفع المستويات، وهذا شيء رائع. ها هو بيروس، بيروس صام نائم، في إمكاني التحدث معه. بيروس ينام وهو طائرا في الهواء. لورد بيروس تو فايت مي، في إمكاني تحدي الآن. شاهدوا يا أصدقائي، يجب أن يكون مستوي 250 لكي أتحدى بيروس صام. لن أتحداك، لن أتحداك يا فيروس، أنت أقوى بكثير مني. تخيلوا مستوي أنا 77 فقط، ويجب أن يكون مستوي 250، هذا لا يصدق العقل. واو، علينا الإسراع والتدرب يا رفاقي لكي نرفع المستويات. هيا ويس 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 ماستر ويس، أرجوك أرجوك دربني. ذا بيجنر ليفل، يجب أن يكون مستواكم 5 فقط، مستوي 77 أكيد. سألعب ضد ويس. شاهدوا، نسيت أصدقائي على طريقة التسديد وتلك الأشياء الجميلة، أنا متأسف. خذ تلك الكاميرا، أنهيته بكاميرا واحدة فقط، شيء لا يصدق. شاهدوا الإكس بي 336 فقط، من الجيد أن المستويات ضعيفة، وها نحن فتحنا ويسو. قلت لكم من الجيد أننا سنبدأ بمستويات ضعيفة لكي أستطيع على الأقل إعادة قدراتي الخيالية. الآن جئنا للمستوى الثاني من التدريب، المستوى 20، اسمه ألتيميت كايوكن. سنفتح الالتيميت كايوكن في هذه اللحظة. سأتدرب ضد بيروس ساما. حسنا، خذ سبيريت بومب، سأدمره. واو، لم أدمره من الضربة الأولى، بيروس ساما خطير. حسنا، خذ الآن الالتيميت يا حبيبي. لقد هرب، اقترب مني لكنني أصبته جيدا. أين ذهب؟ واو، ذهب في الهواء، يجب علي الهروب. أشاهدتم كراتي، واو بيروس ساما خطير. حسنا، خذ الدراجون فيست يا حبيبي. كنا نوباكا، يا 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 أكلته. مستوى 20، تخيلوا كأن مستوى 100، هذا لا يعقل. حسنا، هيا أملئ الطاقة يا صديقي صندوقك. ممتاز، هل نتحول يا رفاقي؟ أكيد سأتحول لكايوكن وسأقوم بتدميره. حسنت، هيا. مشكل مشكل مشكل. الآن سوبر كامي هاميها، لم أصيبه. الآن هيا، أحسنت، صبت جيدا صراحة، لن يستطيع تدميري، لا تقلقوا. ممتاز، خذ الآن كامي هاميها. يا سلام، أصبت جيدا، هي لكي نملأ الطاقة. لازلت متحولا لكايوكن، نعم لازلت متحولا، جميل. سأهرب، بدأت أعيد قدراتي الخيالية يا أصدقائي. خذ الآن دراجون فيست، أصبت جيدا بدراجون فيست. قوة دراجون فيست تقريبا هي أقوى قوة عندي لحد الآن، هي والسبيريت بوم. سنملأ الطاقة ونقترب منها. دراجون فيست مرة أخرى، أصبت. يا سلام، اقتربنا من إنهاء بيروس الذي مستوى 20 فقط. يعني كلما تدربتم فإن بيروس سيأتي وسيتعارك معكم، وها نحن لقد أنهينا. بعد التحول لكايوكين لم يفهم بيروس صام المسكين أي شيء. 49,000 إكس بي، ممتاز. ما رأيك يا بيروس صام؟ فقدت الكثير من الطاقة، بالنسبة لبيروس صام لم يفقد الطاقة، وقال لي اعتني بالفتى. بيروس لقد جاء لكي يعتني بي مرة أخرى، وها أنا دا مستعد. استعمل السحر. أوكي، ماذا فعل؟ هل ازدادت قوة جوكو في هذه اللحظة؟ جوكو كان ناو يوز كايوكن، لقد استعملت الكايوكن يا صديقي في المرة السابقة. أم هل أننا فتحنا مستوى عالي من الكايوكن؟ بوش يور سيلف، فهمت، يجب علي التدريب ويجب علي الوصول للقمة لكي أستطيع رفع قوتي. وها نحن فتحنا كذلك بيروس صما، جميل جدا. أول شيء سنفعله بعد فتحنا لتلك الكاركترز
هل نضعهم في الزيتايب أم نضعهم في منطقة التدريب؟ أعتقد سأضعهم في منطقة التدريب وسأخبركم لماذا. لأنني إذا وضعتهم في منطقة التدريب سأستطيع الحصول على عدد كثير من الإكس بي وسأستطيع رفع مستوياتي كثيرا. يمكننا ربط بيروس سما مع بولما، لكن بولما موجودة في الكوميونيتي، يعني لا يمكننا ربطهم مع بولما. استطعنا فتح هذا المستوى الثالث من الالتيميت كونسيكوتيف انرجي وتعلم الفولتيج 20% دامج ديلت وين يور كي اي از ات 100%. اذا كان الكي اي عندي 100% سيزداد الدامج عندي، شيء خرافي جدا. وها هي القدرات التي تم اضافتها لسونغوكو، رايتم الانهانشد فينيشرز. واو. لكي اتعلم السوبر اكسبيريس بومب يجب ان يكون مستواي 70. استطيع تعلمها صراحه مستواي 77. ها هو غوهان سانهي الان بالكاميهاميها، بقي شخصان فقط فيجيتا وسونغوكو. ها هو فيجيتا كذلك، لقد اقتربت من انهائه، سنحاول انهائها بالكاميهاميها. لم اصيبه، استطاع فيجيتا الهروب لكن في الاخير لقد جاء الكاميهاميها خاصتي. الان بقي فقط سونغوكو، استغل تلك الفرصه وسدد علي اصدقائي بسبيريس بومب. لن يفهم سونغوكو المسكين اي شيء، أتوقع بأنني أنهيت في هذه الهجمة. نعم بالفعل، معركة لم تأخذ منا وقت طويل، ما يقارب تقريبا 3 إلى 5 دقائق. الآن سنغير تلك السبيريس بومب التي تعلمناها مكان تلك القديمة. في هذه سنحتاج ل 245 كي آي، وأكيد سأغيرها في السوبر أتاك أسيست ونضيف تلك الجديدة. وها نحن مستعدون لكي نبدأ التدريب. بيجين سوبر لافل اب ترينين او بيجين ليميت بريك ترينين. سوبر لافل اب المستوى الخامس فعلناه، بقي المستوى الخامس والعشرين. وبالنسبة لي ليميت بريكين، ليميت بريكين عندنا مستوى اخر جديد وهو المستوى الخامس والثلاثون. اول شيء نبدأ بالمستوى الضعيف وهو هذا، اسمه الانترميديات. نتعارك مرة اخرى ضد ضويس. حسنا، مع البداية سأقوم بتدميره بقوة التنين. وهناك توقيت، دمرت في 6 ثواني تقريبا. ديفيت ويدين 2. هل 2 مينيت يعني؟ هل 2 مينيت ام يجب علي تدميره في ثانيتان فقط؟ حصلت على نجمتان فقط، صراحة لست متأكد، لكن الشيء الذي انا متأكد منه هو انني دمرته بسرعة. ناتي الان للادفانس، نفس الشيء سافعله، ساقوم بتدميره بتلك القوة. احسن العمل علي، ملء الطاقة في هذه اللحظة بسرعة كبيرة. ومرة اخرى نفس الشيء، لم اصيب في هذه اللحظة، لقد اخطأت. 16 إصابتها بالكاميهاميها على الأقل. أكل الحلوى، أكل الحلوى اللذيذة والآن سيدمرني. واو 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 واو، سأتأخر كثيرا في تدميره الآن. نحاول إصابتها بالكاميهاميها عن بعد. الحمد لله دمرتها 26 ثانية. كيف يعني دقيقة و30؟ ديفيت ويدين دقيقة و30. أعتقد أن الرقم الأول هو دقيقة. نعم، حصلت على 5 نجمات واستطعت فتح المستوى الكبير وهو المستوى 70. ذلك المستوى سنتركه لن نفعله الآن، وسنأتي للترينين الثاني الخاص بليميت بريكر. في هذه اللحظة سنرفع قوانا نهائيا. ممتاز، أحسنت يا صديقي سونغوكو، لقد أكلته وأنهيته. جيد، يعني أنني دمرته بسرعة كبيرة في هذه اللحظة. بالنسبة لذلك التحدي الثاني لا يوجد فيه توقيت، بل فيه كاتسين. رغم أن ويس خفض مستواه لكي يجرب قدراتي، لكنه قوي أكثر بكثير من سونغوكو. وها نحن استطعنا فتح سوبر سايجين في هذه اللحظة. أصلا سوبر سايجين لقد فتحناه سابقا، سوبر سايجين 2 The New Legend. أكيد سنفعل كذلك هذا التحدي. المستوى 60 مستوى ضعيف. سونغوكو يستطيع التحول لسوبر سايجين 3. ماذا لو تحولت لسوبر سايجين 3 أمام أعينه؟ شاهدوا ماذا سيفعل. لم يفعل اي شيء تقريبا. حسنا، سنقوم بتدميره بدراجون فيس. اعتقدت بان سيتفاجئ وسيقول لي كيف هذا، نحن نتدرب الان لكي تتحول لسوبر سايجين 2، وفي الاخير لقد تحولت لسوبر سايجين 3 امام اعيني، لكن هذا لم يحدث. واو، لقد دمرته صراحه بالسوبر سايجين 3. وسياكل الحلوى مره اخرى وسيحاول تسيد عليه بتلك الكرات. حسنا، سنتحرك بهذه الطريقه وسنهرب. الفرصه المناسبه اين هي؟ ها هي الفرصه المناسبه. خذ تلك الكاميرا يا ويس. ويسي ايها المغفل، استطاع إصابتك في تلك اللحظة، لكن لا تقلقوا، قد عملت الجاردين. وسيسدد علي الآن بذلك البلاص، 3 بلاص على ما أعتقد، والآن سأدمره. وها نحن أنهينا ويز بالسوبر سايجين 3. لا أحب التحول لسوبر سايجين 3 لأن الكي آي ينزل بسرعة كبيرة، وبدأنا نحصل على عدد كثير جدا من الإكس بيز في هذه اللحظة، ملايين الإكس بيز. والآن سيفتح لي قدرة سوبر سايجين 2. نحن سنستطيع التحول لسوبر سايجين 2، لكن هذه القدرة أصلا لقد تحولت لها سابقا. كأننا نضيع الوقت فقط يا ويس. أم هل أن سونغوكو خبأ على ويس أنه يستطيع التحول لسوبر سايجين 3؟ كل شيء ممكن صراحة، لكنني فضحتك يا صديقي سونغوكو، لقد تحولت لسوبر سايجين 3 أمام ويز. في تحديات سوبر لافل أب
وصلنا للمستوى 70 في التحدي الثاني الخاص بالليميت بريكين. وصلنا للمستوى 35. هذه المستويات إن شاء الله سأنشرها معكم، لكن ليس في هذه الحلقة بل في حلقة أخرى. أما الآن سأكتفي فقط بهذا في هذا المقطع. أتمنى أن أعجبكم. حتى الملتقى، السلامة يا رفاق.